بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنهم موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت أمل، وجزاك الله خير يا أحمد أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. السؤال أنا عربية. نعم. نعم. الصوت غير واضح. زوجي رب تعام. زوجك ماله؟ عن مشكلة قلنا أنت طالق بالثلاث. زوجك قال لك أنت طالق بالثلاث؟ نعم. والسؤال؟ هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ لا، تعتبر واحدة فقط. واحدة فقط. طلقة واحدة. قال ابن عباس: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فأمضاه عليهم فأمضاه عليهم عمر. مرحبا بك يا ابنتنا سلمى، وفقك الله. وانت اخت امل بدير، شكر الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله. بقول لحضرتك انا كنت اتصلت بحضرتك امبارح بخصوص زكاة المال على مدخراتي من المرتب الشهري. طيب واجبتك الحمد لله. الحمد لله. لكن دلوقتي مولانا بس عشان نسيت استفسر بس حاجه ثانيه، ان انا المرتب يعني بينزل وينقص الرصيد ويزيد على مدار السنه، مفيش قيمه ثابته. لا عموما يعني اذا اردت اذا اردت الاحتياط، مدخراتك وصلت النصاب اليوم. بعد سنه من اليوم تنظر ما الذي معك تخرج عليه زكاه عموما. هي قلت عن النصاب. قلت عن النصاب، معلش زكاه. تمام يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا، ايه الاخبار؟ الحمد لله طيب، من فضل الله في نعم من الله. يا شيخ دعاء الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا، هل هذا الدعاء دعاء استفتاح للصلاه؟ ورد في بعض الطرق لكن دوما أنسى الحكم عليه، فدعني أراجعه. شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا أخ سيد الصاوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نعم. عايز أسأل عن صحيح الحديث نعم. اللي هو قال عمر: والله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه قال: اذا كثر فيكم الزنا وشرب الخمر واستحللتم الغنى عاتبكم الله وزلزل ارضكم. لا يصح، لا يصح.
شايفه. ايوه ثبتنا الله واياك يا رادية نور. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت انا عندي سؤال مشتق لجزئين. اول جزء هو انا شغاله في مجال السوفت وير ورحت شركه جديده، وبعد ما رحت عرفت ان هم بيعملوا بيزنس جديد ليه علاقه بان هم يعني هو نوع من انواع القروض، لو حد عاوز يشتري منتج من محل هم بيروحوا يشتروه له ويقسطوا له بفايده. فهل الشغل في حاجه هذا حرام؟ هذا حرام حتى لو هم بيقسطوا، يعني هم بيشتروا المنتج بيبقى عندهم وبعد هم لا يشترونه يا اختي، لا يشترونه الا اذا اخذوا عليك الضمانات الكافيه يا مشتري للشراء. هم فعلا بيكشفوا الاول على العميل وعلى نفس نظام البنوك بالضبط. فده كده في حرمانيه. ابتعد عنه الله يحفظك. ثاني. الثاني لو كان القرض عباره عن اموال مش منتج بيشتروه. يعني لو بيقرضوا حد 100 جنيه وعاوزين ياخدوها 120 جنيه. طب وانت ايه هذا ربا صريح. تمام يعني الاثنين حرام. نعم ربنا يرزقك بزوج صالح يجلسك في البيت ويوسع عليك وعليه يا رب. ابعدك عن هذه المحرمات. بارك الله فيك. بارك فيك الله يحفظك يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. طب بنظرك عندي ودي تسأله. تفضل. السؤال الأول هو حضرتك ذكرت على اليوتيوب قبل كده إن النرد حرام قياسا على الدومينو حرام قياسا على النرد. طب هو إيه وجه الشبه بينهم يعني مكروهة هي مكروهة. النرد زهر. زهر. اللي فيه الارقام. ايوه ما هو الدومينو غير النرد. ما هي زهرة ايضا. هي زهرة ايضا الله يحفظك. ماشي يا شيخ. طب ماشي اللي هو في حكم انسان يعني واحد ضرب ابوه بيفعل عن امه، يعني الاب كان يريد ضرب الام قتله ماسك سكين هيذبحها. فلو الابن ضرب ابوه دفاع عن الام حرام ولا لا؟ يعني ما في طريقة لدفعه الا الضرب، ولا ممكن كان يعمل يمنع باي طريقه اخرى؟ كان ممكن، بس كان في الاحتمال ده ان الابن هو اللي هيتقتل. الابن اللي هينقتل، يا هذا يقتل يا هذا لا هذه تقتل. يا هو يقتل هي تقتل يا يضرب ابوه. احنا في القواعد اللي مثل هذه كلها مفاسد، فبنختار اخف المفاسد. جزاك الله خيرا يا شيخ. واياكم، لا اله الا الله. يا هو يقتل يا ابوه يقتل. يا أم تقتل. السلام عليكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى أنا عايزة أسأل عن شغل الابن. شغل لابنك؟ ما يعني عايزة وظيفة لابنك ولا عايزة لا هو شغال، هي عامل مكتب توريد عمالة المصانع بيد عمال كده يشتغلوا في المصانع. ايوه مثلا بيجيب العامل بيقول مثلا اجرك 100 جنيه في اليوم، وطبعا بيحاسب اجهزه على 120 او 100 وكذا. بيبقى يسكن على حسابه. يعني هو مورد عمال، مقاول عمال، ياتي بالعمال ويرسلهم للمواقع. عامل ب 100 جنيه يقول لا انا شغلك ب 90 جنيه وال 10 ليا. ما هو ده ما بيقولوش، هو بيقول له مثلا بيقول بينزل على التليفون يقول انا القبض اليومي 100 جنيه، يعني اشتغل مثلا في البسكوت او كذا. ولكن هو بيتحاسب المصنع طبعا بياخد بيبقى فيه 20 او 10. هو المصنع عارف الكلام ده ولا لا؟ المصنع عارف، وهو طبعا عبد الله بيبقى متكلف ان هو بيقدر. لا بس لان هو هذه يعني ما خصصهم سكن ويجر على حساب وكل حاجه على حسابه هو من النسبه اللي بياخدها منه. ما في مشكله يا حاج. ما فيهاش حرمانيه؟ لا لا ما فيش حرمانيه. ليه؟ هو الان اتفق مع العامل، تعال يا عامل انت ستعمل 8 ساعات في مصنع كذا كذا، طبيعه العمل كذا ب 90 جنيه. حق.
لا بأس بكده، موفى مع العامل وقال للشركة يا جماعة أنا هاخد منكم 100 جنيه لكن هجيب العمال ب 90 جنيه، ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. آه الله يوفق عليك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا استأذن حضرتك في توضيح لمبدأ الظفر بالحق. اتفضل. بارك الله الظفر فيك بالحق يا يا سيدي. مولانا، يعني إذا جار علي أحد وخد مني أكثر من حقه تزويره. ايوه بارك الله فيك شيخ ربيع. سؤال، إذا جار علي أحد أو أنا، شوف يا أخي افهم، إذا تأكدت أن لك الحق 100% ليس هناك تأويلات وسلب منك الحق جاز لك أن تأخذ بقدر مظلمتك، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وحديث هند لا يخفى عليك، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. طيب يا مولانا بالنسبة للزوجة التي طلقت، ما يكفيها من مال زوجها تأخذ منه، ما يعني ما يكفي لنفقة أطفالها بالمعيشة بالمعروف، ولا تبغي عليه وتأخذ ما يكفيها لحد الرفاهية، خاصة في زمان يحتاج فيه الأطفال لمن يدخر لهم لمستقبل غير معلوم. خليك من الجزئية الأخيرة، الأحكام في هذه القضايا رجع إلى العرف السائد وعلى حال الرجل وحال المرأة، يعني ترجع إلى ثلاث أحوال، حال العرف السائد وحال الرجل لو فقير أو غني وحال المرأة. طيب يا مولانا لو افترضنا مثلا أن حال الرجل دخله مثلا في رينج 5000 جنيه، لا خليني بينك وبين أهل بلدك، أنتوا اللي تقدروا المصاريف في أهل بلدك، أنت والطيبين في أهل بلدك تقدر المعروف. السلام عليكم. ارفع صوتك. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله عمرك في تعافي يا مولانا. وإياك والسامعين والسامعات. هل الكفار سيحاسبون؟ يحاسبون على أفعالهم، على الكذب وعلى يعني اللي واحد فيهم ضرب واحد. كل شيء لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله قال في كتابه الكريم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا خالد إذا كان المصنع لا يعلم فيها بعض الريبة يا خالد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا كنت يعني النهارده في خطبة الجمعة سمعت كلام فعايز أعرف صحته. اتفضل. ذكر الخطيب بإن السيدة عائشة رضي الله عنها في مرة من المرات قامت يعني رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلطمها أبو بكر رضي الله عنه، وبعد ذلك ذكر إن هي قالت للنبي قل حقا يا رسول الله او فيما معناه، وبعد كده قال بان يعني لسيدة عائشة كانت مع صديق معاوية رضي الله عنه، كانت مع من؟ انها لان علي رضي الله عنه لما حدثت وقعة الافك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما معناه يعني النساء كثير، فقال اللي هو الامام بان هي يعني سيدة عائشة حملت هذا الشيء لعلي ولذلك كانت مع صديق معاوية. فانا شخصيا يا شيخ حسيت يعني ان الكلام ده فيه ايه، انا هل الكلام ده صحيح ولا ايه؟ اما الكلام الاول ان الرسول طمع على وجهها، لا مش الرسول، ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر طمع على وجهها وقاتل الرسول قول الحق. انا ما اعرف هذا بهذا السياق، لكن الذي اعرفه ان النبي ذات يوم اشتكى
عائشة لأبي بكر، فجاء أبو بكر كي ينال منها شيئا بالضرب ونحوه، فمنعها الرسول، منعه الرسول. فثم قال لها الرسول: رأيت كيف منعت الرجل؟ وبعد مدة جاء أبو بكر ورأهما على وداد ووفاق، فقال: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هذا الذي أعرفه حول هذا المعنى. أما أنه ضربها على وجهها وتتمت قصتك، لا أعرف عنها شيء. أما عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي فضلها كفضل الثريد على سائر النساء، نعم، عائشة رضي الله عنها فيما يبدو كانت أخذت على خاطرها من علي رضي الله عنه في قصة الإفك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار، فعلي قال باعتباره ابن عم رسول الله، قال: يا رسول الله، النساء سواها كثير، يعني لا تحزن، واسأل الجارية تصدقك، اسأل الجارية تصدقك. فعائشة كانت تحب أن يقول علي كما قال أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك وما علمت عليهم إلا خيرا. كانت تحب ذلك، لكن في الحقيقة يبدو أنها تأثرت بهذه الكلمة من علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تخط رجلاه الأرض بين العباس، يعني هو محمول بين العباس ورجل آخر. فقال ابن عباس لمن روى ذلك عن عائشة: أخبرتك من الرجل الآخر؟ قال: لا، قاله علي بن أبي طالب. أما اشتراكها في مع فئة معاوية، هي ما كانت في مع فئة معاوية، هي كانت مع طلحة والزبير، طلبوا منها الخروج للإصلاح بين الناس، خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها كي تصلح، لا لكي تفسد. خرجت رضي الله عنها مع طلحة والزبير قاصدة للإصلاح، لكن قدر الله ما شاء فعل، تداخل الذين قتلوا عثمان في الطرفين وأشعلوا الفتنة، وعلي رضي الله عنه بعد الحرب أكرمها وردها آمنة إلى بلدها إلى المدينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك مولانا؟ الحمد لله بخير. والله نحبك في الله يا مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك شيخ سعد. في سؤال يا شيخنا. حضرتك، هل يجوز للزوجة أن تتبرع بالدم لأي شخص يعني بدون إذن الزوج؟ هل يجوز للزوجة أن تتبرع بالدم من غير إذن زوجها لحد أحد أقاربها أو ماذا يعني؟ لا، حد في المستشفى مثلا. والله إذا كانت هناك ضرورة ملحة وما استطعت أن تصل لزوجها تبرعت، خاصة أنهم يقولون دم يعوض. الحمد لله، شكرا، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، إذا كانت هناك ضرورة ملحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. معلش يا شيخ، عندي سؤالين. اسأل. الصيغة الصحيحة اللي نعرفها يعني عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. هذه في الصلاة. يعني أنا خارج الصلاة إذا قلت اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صحيحة يا شيخ؟ كله مجزي إن شاء الله. ان شاء الله. السؤال الثاني لو معلش، انا لو دعيت او الى وليمه او الى طعام، هذا الطعام يعني معمول من اجل الاحتفال بالمولد النبوي، هل اجيب يعني للدعوه ولا تبقى بدعه يعني ما نروح لنا لحم ولا طعام اخر؟ يعني هي تبقى عن اللي بيعمل وليمه او تبقى مثلا لحم وطعام ثاني جنب اللحم. اكيد اللحم ذكر اسم الله عليه. اكيد ان اللحم هو معمول لاجل الاحتفال بالمولد النبوي. لكن انا اسال، الذبح هذا ذبح على اسم الله، هذا المتوقع يعني، ولا قالوا باسم النبي؟ قالوا باسم الله. بسم الله. بسم الله. غايه امرك ان
أنك أكلت في شيء يعني غير وارد عن رسول الله، هو الاحتفال بالمولد. أيوه. إن أجبت فالأكل حلال، وإن لم تذهب فلك وجهة قوية، وهي أنك لا تساعد على شيء محدث. بارك الله فيك. تمام، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يقول: ما موقفنا من يزيد بن معاوية؟ أفضل إلى ما قدم يا أخ صلاح الدين، أفضل إلى ما قدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. كل شيء وفيك. الله يبارك في عمرك. بقول لحضرتك، لو أختي اختلعت، تمام؟ امرأة اختلعت. نعم، امرأة اختلعت. تمام، ورجعت لزوجها الجنيه بس اللي هو مكتوب تقسيمة الجواز ده، في شيء عليها، لكن الحاجة اللي في القائمة ما رجعتهاش. حرامية طبعا. مش برضه في لسه؟ أنا آسف. نعم، أنا هعيد السؤال ده على حضرتك تاني. هي اختلعت، تمام، ورجعت الجنيه اللي في تقسيمة الجواز بس، وما رجعتش الحاجة اللي الزوج جايبها بماله، يبقى هي إيه؟ يعني عفوا. اتفضل. انت تعرف ان الجنيه هذا كان شيء صوري حقيقي، ما انا قصدي عشان كده. بس في جزئيه لابد ان نفهمها. اتفضل. ما الحامل لها على ما صنعت؟ هذا سؤال مهم. ما دي يعني افترض، يعني دي شيء ما بينهم، يعني ده الله اعلم، لازم له تاثير. بس يعني الفكره، يعني هي اختلعت بارادتها هي. يا حبيبي افهم الكلام، افهم الكلام. اتفضل. تعرف احيانا المرأة تضرب وتهان وتذل، تمام، ولا تستطيع ان تثبت هذا القضاء حقيقي، فوصل بها الامر الى انها ظلمت ظلما شديدا بينا، فتريد ان ترفع طلاق للضرر، تمام، ومن حقها فيما ينظره الناس ان ترفع طلاق للضرر، لكنها لا تستطيع إثبات هذا الضرر، تمام، فأحيانا تلجأ إلى قضية الخلع، تمام، تقول أنا سأختلع وأمشي رسمي معه، تمام، وأمشي رسمي معه. فالشاهد من هذا أنها إذا قدمت للخلع عند القضاء، القضاء يقضي بالمكتوب اللي هو الجنيه، اللي هو الجنيه، يقول لها رد لي الصداق. لكن الآن حتى القضاء أصبح ينظر إلى شيء اسمه الصداق، صورية الصداق، تمام، فيرجع يسأل ويرسل خبراء، وهل كان في أي قيمة ولا ما فيش، يسأل أسئلة طويلة القضاء. لكن ابتداء إذا كانت ظالمة وقالت مهري كان جنيه واحد، ولها شبكة ب50,000 جنيه، ولها وعفش وأجهزة كهربية، ستكون ظالمة إذا لم يكن هناك سبب. لكن إذا كان زوجها بعلقها كل يوم في السقف ويضرب فيها، تمام، وعملت كده، اختلف الحكم ولا لم يختلف؟ اختلف. جزاكم الله خيرا، بارك فيك. طب معلش، حديث المخترعات هن المنافقات لا يصح. ده معناه إيه؟ لا يصح. لا يصح. وكذا حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فنكحها، عفوا، حرمت عليها راحة الجنة، لا يصح. وربنا أباح الخلع. قال في بس كتابه، لو البيت طيب والزوج طيب، مش الأصل في الزواج الاستقرار؟ طب أنت طيب، واسمح لي اسمح لي أتكلم كلمة ولا تزعل؟ أفضل أنت طيب وحلو ويعني عسول، لكن دمك تقيل وهي مش عايزة واحد دمه تقيل. افترضها أختك، زوجها طيب وكريم وكذا، لكن الرجل ده دمه تقيل، انا ما عادش حباه. تمام. خذ يا عم مهرك وسيبني، حرام عليها؟ لا لا طبعا، لا طبعا. خلاص، بس بارك الله فيك. ربنا يبارك في حضرتك. جاءت فاطمة بنت قيس، جاءت عفوا امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. يعني دينه طيب وخلقه طيب، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تمام. قيل إنه كان دميما، مع أنه له بشرى بالجنة مستقل. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. تمام. قالت: نعم. فأمره ففارقها. ف
فهمت الكلام؟ يعني حضرتك بتقول لو هي العشرة طيبة والزوج كويس معاها وهي خد اديته الجني ده بس في حالة الخلع يبقى هي ظالمة ليه وحرامية، لكن لو هو بيهينها بيتطبق وما بقتش سبيل غير الاختلاع اختلف الحكم واصبح ان ده من حقها لان هو ظالم ليها. صح، يعني لازم ننظر المسألة عن قرب. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك يا محمد الشربيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا بندعي لحضرتك ربنا يبارك في عمرك دايما ويفيدنا بعلمك دايما. وإياكم وإياكم الله يبارك فيك ويحفظك. أنا عندي سؤال مهم جدا بخصوص طلاق المحاكم. طلاق للضرر أو الخلع. نعم. هل هو صحيح شرعا؟ إذا قضى القاضي به وقع قضاء القاضي، ما نستطيع أن نقول إن قضائك يا قاضي باطل ولا يقع، لا تحصل مفاسد عظيمة جدا. تمام. يعني افرض الرجل زور في الورق أو المرأة زورت في الورق وقضى القاضي بناء على هذا، إثم مستقل عليهما. إنما في الحالة دي برضه حالة الطلاق واقع. تمام. بارك الله فيك. طيب. نعم. بالنسبة للخلع، لأن في بعض المشايخ يعني بيقولوا إن سمعت بعض الناس بيقولوا إن الخلع فيه عوار شرعي. لا 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 أبدا، هم في الحقيقة يعني اتبعوا بعض المذاهب المرهقة التي لا تستند إلى كبير دليل، استندت إلى أدلة ضعيفة. استندت إلى دليل وهو المختلعات هن المنافقات وهو ضعيف. سأل حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليه راحت الجنة وهو ضعيف. تمام. بقي عندنا ما المبيح. لأن الأحاديث دي مرعبة يا فضيلة الشيخ. لا تصح أبدا، أنت عندك كتاب الله سبحانه، في قول الله سبحانه وتعالى إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وعندك حديث رسول الله الثابت الصحيح بدون مطعن فيه، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. طيب في سؤال تاني فضلت الشيخ. ليس معنى هذا أننا نطالب بالخلع، لأن أقصد أن المرأة من حقها أن تختلع والرجل من حقها أن يطلق. تمام. تفضل. سؤال تاني معلش. في حالة ان الام والاب منفصلين، هل الام مذنبة او عليها اي اسم اذا الاولاد عاشوا مع والدهم وهي يعني استعدت لزواج تاني او يعني رغبت في زواج تاني؟ لا، ليس عليها اي اسم، لان اصلا الاولاد مسؤولية الاب. اصلا الاولاد مسؤوليه الاب. يعني مفيش اي كون الام تاخذهم، هذا من حقها ان تاخذهم، لكن ليس بالواجب عليها ان تاخذهم. انما يعني قدام ربنا مفيش اي وزر ولا مفيش اي وزر ابدا عليها. امراه هؤلاء اولاد هذا الرجل، صحيح ان هي ارادت الاولاد من حقها، لان الرسول قال انت احق به ما لم تنكح، لكن هذه انها تركت الاولاد لابيهم فتفضل يا عم ابنائك، او هي حاولت انهم يبقى معاها بس الظروف ما ساعدتهاش. حاولت ام لم تحاول؟ خذي بالك من الكلام، الاولاد هؤلاء هم اولاد هذا الرجل، المراه من حقها ان تاخذهم إذا أرادت ذلك، لكن قالت أنا سأتزوج، والزوج الجديد قال أنا ماني مربي أولاد غيري، ليسوا بأيتام وليسوا بفقراء، أبوهم موجود ضخم كبير يرتزق، أخذهم، ما عليها أي غضاضة هي. تمام. طيب في جزء بس معلش حضرتك استحملني، موضوع الخلع ده. في بعض الأزواج يعني لا يتم إعلامهم بسبب إنه مثلا نقل عنوانه وسافر أي حاجة، ف
فالمحكمة ما عرفتش تعلمه يعني. ففي الحالة دي مثلا يعني ايه صحة الموضوع كده؟ قضاء القاضي، اول سؤال سألتي اجبتك قضاء القاضي واقع تمام، بس لان احيانا حتى يكون علم الزوج، افهم يا اختي، احيانا الزوج يكون موجود، الزوج يكون موجود ويرفض استلام الاعلام ويرشي الوسيط، يرشي المحضر موجود، هذا كثير جدا. او يعطي عنوان خطأ، او يسافر ويترك، فقضاء القاضي واقع. ما وراء ذلك دي من الشخص وربه، يعني مش شرط ان هو يطلق الطلقة بلسانه. لا لا ما يلزمش، لان هو يسمى طلاق الخلع متضمن اذا الزوج ابى يفسخ فسخ الزواج. تمام واضح، شكرا لفضيلة الشيخ، ربنا يبارك في علمك ولك بمثل. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحديث كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. اسمح لي بس بصحة خمسة حديث. تفضل تفضل، بارك الله فيك شيخ إيهاب، تفضل. الحديث الأول، إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. وإن كانت على إيه؟ على قتب. على التنور. أيوه، محتاج أراجع اللفظ فقط. ماشي. لكن في لابد المسألة من فقه أيضا يا أخي الكريم. يعني رجل دعا امرأة دعاها زوجها إلى فراقه، دعاها زوجها إلى عفوا إلى فراشه، فهناك أمر أعظم من إجابة الدعوة أي عارض كان. الأصل أنها تجيب إذا لم تكن هناك أعذار تمنع. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، والدي توفى وترك لنا شقة. ها؟ والدي توفى وترك لنا شقة. ايوه. احنا ثلاث بنات وزوجته وعمين وعمتين. احنا ادينا حق كل الورثة وتنازلنا عن حقهم، ما عدا في عمة توفت فبقى لها ولدين وثلاث بنات. متى توفيت؟ توفت بعد وفاة والدي. ايوه. أعطينا لكل ولادها حقوقهم وتنزلنا عن نصيبهم الشقة، ما عدا بنت واحدة. البنت الواحدة دي مش عايزة تعمل لنا هو الحكومة بتاخذ بأي الآراء هنا يعني؟ لأن في المسألة دي هذه حديث رسول الله، الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. والفرائض لما ألحقناها بأهلها ألحقنا للزوجة الثمن وألحقنا للبنتين الثلثين وبقي الإخوة والأخوات. فهل الإخوة يرثون لحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، أم الأخوات لهن ما أدري الحكومة بتعمل به في مصر؟ راجعي القوانين الحكومية كده يا أختي. إحنا ادينا كل حقوقهم. أنا فاهم أنت تكرمت وأعطيت البنات تنزلا على أن البنات لهن، لكن في بنت معاكسة. في بنت معاكسة مش عايزة تتنازل أو خايفة إنها تتنازل، خايفة إنها تمضي على جواب تنازل. وإحنا قلنا لها هنديك فلوسك، إحنا مش يعني إحنا مش هنمنعك عن حقك. يعني هي رافضة إلى أن تستلم الفلوس؟ أيوة. إحنا هي تقريبا يعني عندها زي وسواس أو كده، فبتخاف تمضي على أوراق حكومية، فهي منعانا حقنا بأن والدي توفى من 2011. احنا محتاجين ان احنا نبيع الشقه، ان احنا محتاجين فلوسها، فايه حكمها؟ ايه حكم البنت دي؟ لا ضرر ولا ضرار، هي كده ضرانا احنا. مش خلاص لا ضرر ولا ضرار، تؤذيكم بهذا الصنيع. بس انا انصح بمراجعه هذه المساله مع الدوله، شوفوا الدوله بتعمل فيها ايه مثلا. شكرا. هي بنت اختي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما ماتت بعد اختها. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. مع حضرتك فتحي بن عثمان. تفضل اخ فتحي. الله يرضى عنك يا رب. سؤال بس انت لابس الجلابيه البلدي ولا غيرك؟ لا انا ان شاء الله. ايه؟ بنلبسها على طول. لا بلدي، لا الجلابيه البيضاء بعدين الجلباب العادي. ايوه اللي انت ظاهر صورتك يعني في ال الثوب الكشميري يعني بتاع زمان. والله
اتفضل. انا بلبس الجلباب العلاقه بس الابيض زي الرسول. اتفضل الله يحفظك. بعد اذنك اخويا عايز يشتري ثلاجه قسط من ابن خالي غساله قسط. ابن خالي والعياذ بالله عنده مكتب طبعا. اي حد بيعوز حاجه بيروح يشتريها له زي صوره من الصور هو المقنن يعني. فلما قلت لاخويا حرام قال لي ده ابن خالك هيجيبها لي بسعرها يعني هيجيبها مثلا ب 15 ويقسطها لي على اربع شهور ب 15. هل ده يوقع شرط الربا او يوقع الربا منها؟ طبعا يوقع الربا. بس هو مش هيمتلكها. بقول لك هذا ربا، ربا مقنع. يعني لو جابها بنفس سعرها واداله بنفس سعرها ما يبقاش ربا؟ لا هو اداله بنفس سعرها ازاي يعني؟ يعني هيجيبها ب 15000 جنيه وهيقسطها له على اربع شهور بنفس ال 15000 جنيه. المشكلة في هذا؟ ما فيش أي مشكلة، شيء طيب. مع ان هو مع يعني لا يمتلك السلعة، هو عنده مكتب ايا كان. ده هو الان يعني انا قلت لك يا اخي الكريم نعم ائتني بثلاجة، الثلاجة في هي ب 15 ب 20000 وانت جبتها ب 20000 لكن تكرما منك قسطت لي ال 20000 ساعة تاني، ما في مشكلة كده. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو معلش معايا سؤال يا مولانا. اتفضل. لو انا فاتح محل محل ايه؟ محل اجهزة كهربائية. محل اجهزة كهربائية وبعد؟ وعامل جروب على الواتساب ورحت يعني بس فيه بعد الزباين بعد الزباين. نعم. عامل جروب على الواتس وضايف فيه بعض الزباين العملاء يعني. اتفقت مع واحد صاحبي فاتح محل ادوات منزليه اني هصور عنده بعض الابضم مثلا ابضم حلل او ايا كانت السلعه اللي عنده وهعرضها عنده على الجروب. ولو زبون عجبه الاطباق هاخد منه مثلا اطباق من ده وهتفق معاه، لو هو بيكسب اطباق 100 انا 50 وهو 50. يعني تكون وسيط في البيع، وكيل في البيع. بالظبط كده. الوكاله لا باس بها. حتى لو انا ما امتلكتش البضاعه دي. لا انت وكيل، الوكيل لا يتملك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عذرا شيخنا اغلق الخط ولم اكمل بقية الحديث. تفضل. ثلاثة لا يدخلون الجنة، الشيخ الزاني والامام الكذاب والعائل المزهوب. ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ايوه هذا باللفظ انت ذكرت فيه خلل شوية، لكن ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم الى اخره، ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. والحديث هذا له طرق ظاهرها الصحة لكن ارجو مراجعة اقوال علماء العلل لانه تداخل حديث في حديث اخر. نعم. تفضل. الحديث الثالث، من مر بحائط فليأكل ولا يحمل. هذا الحديث كل طرقه ضعيفة، ومن العلماء من يمنع العمل به لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولقول النبي عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الحديث حتى يفهمه الإخوة، إذا مررت ببستان يعني بستان خوخ بستان نانج بستان فنادي ثلاثا يا صاحب البستان يا صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل غير متخذ خبيئة أو خبنة، يعني كل ولا تحمل إلى بيتك. فهذا الحديث كل طرق ضعيفة، من العلماء من يحسنه بمجموعها ويعمل به ويستدل بقول النبي عليه السلام ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له بصدقه على الجواز. واخرون يمنعون للنصوص القويه الثابته في عدم حل مال المسلم الا بطيبه نفسه. يقولون خاصه في بلادنا مصر القرى متجاوره، وان سمحنا للناس بهذه الطريقه كل سيخرج الى اشجار المنجو ياتي عليها من الاصل. نعم. الحديث الذي بعد ذلك ان الله يصدقك. نعم. ان تصدق الله يصدقك. اعرف له سند صحيح. نعم. نعم. الحديث الاخير، ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان.
سنده قابل للتحسين والضعف، فيه الوجهان. فيه الوجهان العلم. الأخ عبد المحسن يقول إن حديث فلتجب ولو كانت على قتب أو كانت على تنور سنده ضعيف، وأنا أقرب إلى ذلك، بس محتاج مراجعة مرة ثانية. أشكرك يا شيخ عبد المحسن. خالد دقاق، الوضع عندكم في القدس يختلف عندنا في مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أويس منصور، تفضل. كيفك شيخ؟ الحمد لله بخير. يعني بدي أسألوا أنا الذكر إن كنتم لا تعلمون. نجيت مجموعة في الثانوية، فهذه كان عايزين يسفروني بره، وأنا قلت لهم من السفر لبلاد الغرب لا شروط. سفروك فين؟ روسيا إن شاء الله. سفروك روسيا، ماذا تدرس في روسيا؟ طب الأسنان. أيوة. أنصحك لوجه الله تبقى في مصر، لأن إذا ذهبت إلى روسيا كما لا يخفى عليك دينك في قل يوما بعد يوم. نعم. هنا والحمد لله يعني لسنا بمحتاجين إلى أطباء الأسنان، كلية طب الأسنان تضخ في السنة آلاف مؤلفة من أطباء الأسنان، فذهابك إلى روسيا أراه مؤثرا على دينك وأنت شاب، وسترى مناظر لا ترضي الله هناك. سترى عياذا بالله كل الكبائر موجودة، حتى مصادقة المرأة للكلب، والمرأة تكتزي بالكلب عن ابن آدم. ابتعد عن هذه البلدة عن غيرها من دول الكفر ما دام في الامر فسحه، ما دام في الامر فسحه ابتعد عن هذا. وانت شاب، هل تامن على نفسك؟ اذا كان ابوك وامك معهم فلوس يزوجوك هنا، يزوجونك هنا، يعملوا فيك معروف، الرحله اللي تروحها روسيا سنه واحده تزوجك هنا. قلت له انا شيخ انني احب الامامه ودراسه العلم الشرعي، لكنهم لم يقتنعوا بهذا الكلام. والله يا اخي الكريم انا اقول لك حتى اطباء الاسنان الان اصبحوا بكميات كبيره جدا موجودين في مصر. ادخال قريه مثل قريتنا مثلا تضخ كل سنه 20 واحد طب اسنان سنويا. نعم. فيعني انا انصحك لله، حافظ على دينك، ليس انتقاصا لاطباء الاسنان انما محافظه على دينك، وانت شاب، وانت شاب، لا تأمن على نفسك الفتنة. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب. تفضل. كيف حالك يا سيدنا؟ الله يبارك فيك ويغفر لنا ولكم. والله بالله. لو سمحت يا سيدنا، هل حديث المستحاضة يصح موقوفا على عائشة رضي الله عنها؟ المستحاضة فيها نحو من 20 حديث، كل ما ردها مرجعها البعض يعل بعضها بعضا. يعني لا يصح موقوف يا سيدنا على عائشة؟ مش على عائشة وعلى أسماء وعلى من، فهمني. ما أي حديث تريده؟ اللي هو لما أتت فاطمة، فاطمة بنت حبيش، ويعني عائشة طروا الحديث فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم إنه استحاض فلا أطفئ. أيوه ماله؟ قال لا، يعني إذا جاءت الحيضة فاغتسلي ثم أصلي ولو نزل قطر الدم على الحصير بالنسبة للاستحاضة. فقرأت يعني في أقوال العلماء قالوا أن الأكثر، يعني أكثر العلماء قالوا أنه يصح موقوفا على عائشة، فهل هذا صحيح يعني؟ جزء منه موقوف على عائشة، موقوف على أظن أسماء حتى مش على عائشة يعني. موقوف. طيب سؤال ثاني يا سيدنا، يعني بعد إذني. تفضل. يعني اللي هو حديث كمل من الرجال كثير. بارك الله فيك يا أم أسماء. السلام عليكم.
ممكن ترفع الصوت تفضلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. كنت منتظر رد حضرتك من زمان والله. هو حضرتك في بث الحلقة اللي هو المباشر؟ اي نعم، كل الناس سامعينك، انتبهي. بس لا، انا كنت عايزة حضرتك في استشارة طويلة جدا. خلاص، فيديوهاتك تخلص ان شاء الله وتختصريها. امتى؟ في اي وقت اخر، غدا الساعة 3. لا بتصل على حضرتك كتير جدا جدا، معذرة يعني، كل واحد له ظروف. الساعة 3 غدا ان شاء الله. الله يعينك. وعليك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا حاليا حامل في بنت، وواحدة استاذ اختي يعني ما كانتش تعرف نوع الجنين، فلقيتها بتكلمني بتقول لي انا شفت رؤية انك سميتي كذا، وانا وزوجي متفقين ان احنا هنسمي اسم تاني خالص، فهل لازم اسمي الاسم اللي هي شفته في الرؤيه، ولا عادي ممكن اسمي اي اسم؟ ممكن تسمي اي اسم. تمام، شكرا. الله يكرمك. ايش نبيه يعني ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا تفضل. كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله، رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. واياك والسامعين والسماعات يا رب. كنت بسأل يا شيخنا عن حكم عدم لبس القفازات للنساء. لبس ايه؟ لبس القفازات للنساء. عموما حديث الرسول المرأة عورة يشمل كل شيء فيها. حتى لو لبس القفاز مثلا بيعمل لها ورم في ايديها او كده؟ لا، كل حال لها ضرر، لا ضرر ولا ضرار. قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. تمام يا شيخنا، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضلي. هو أنا السائلة بخصوص الشركة اللي بتدي قروض. ما عجبناك إن الشركة حرام. طب أنا كنت عايزة أسأل، لو اشتغلت في مشروع تاني غير المشروع ده من نفس الشركة، هل برضه حرام ولا؟ مشروع نوع إيه؟ ما المشروع؟ يعني لو اشتغلت في حاجة تانية ملهاش علاقة بالقروض لكن نفس الشركة. ايه؟ لو اشتغلت في حاجة ملهاش علاقة بالقروض لكن من نفس الشركة. لا يعني ايه؟ يعني افرضي الشركة دي مثلا عاملة مثلا مصنع لإنتاج الحلوى، لا بأس اشتغلت في مصنع إنتاج الحلوى. السلام عليكم. ملأ التعريف يا محمد بن رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد شيخنا حبيب. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. سؤال شيخنا، ربنا يبارك فيكم. اسأل الله يستر عليك. الله يرضاكم يا شيخنا، ربنا يبارك فيكم. رجل تزوج بامرأة شيخ. لك مثل يا شيخ إيهاب. أيوه. رجل تزوج بامرأة ثم رأى طلاقها عقيد الزواج. ثم إيه؟ ثم رأى طلاقها عقيد الزواج. تمام؟ ثم أعطاه حقوقها كاملة ولكنها أبت إلا أن تدينه ظلما وعدوانا، ولكن الله أنجاه من ذلك وكان له منها ولد. فطلب منهم أن يحتكموا إلى العرف في نفقة الولد، فأبوا وقالوا نحتكم إلى المحكمة. وحكمت المحكمة فقط ب 180 جنيها. فقام الرجل من تلقاء نفسه إلى زيادة البديل نفق مرتين إلى لا لا، عفوا ارفق بنا شوية. رجل تزوج امرأة وطلقها عقيب الزواج، قبل البناء أو بعد البناء؟ بعد البناء شيخنا. بعد البناء، وبعد ذلك ما المطلوب؟ المطلوب شيخنا أنها الآن قامت بتوغيد هذا الولد في أبيه. يعني أنجب منها. أنجب منها. أنجب منها، وبعد أن أنجب منها أخذت الولد وأصبحت تلقنه الكراهية لأبيه. نعم شيخنا. مظبوط كده؟ مضبوط يا شيخنا. طيب. فطلب منهم ان يحتكموا الى العرف في تحديد نفقه الولد. فرفضوا ورفضت حتى ان يزور الولد واباه. والان بعد ان كبر الولد شيخنا، الولد الان اصبح عاق لابيه شيخنا. اصبح ايه؟ عاق لابيه يعني. ولا يزور اباه ولا يعرف حتى اهل ابيه. طيب. تمام؟ هل على الرجل الان من مسؤوليه بعد ان قام بزياده نفقه الى 500 جنيه؟ يعني هل ابوه كان، عفوا، هل أبوه كان ينفق عليه؟
نعم شيخنا، النفقة التي حددتها المحكمة حكمت 180 جنيها فقط. هذا ظلم. رجل من نفسه يشتري 500 جنيه حاليا. يا أخي هذا ظلم، يا أخي هذا ظلم. معروف شيخنا والله، ما هو لذلك، هو لذلك. طيب ما هو ظالم الآن، يعني الولد إذا حكمت له المحكمة ب 80 جنيه في الشهر. 180 جنيه في الشهر. نعم شيخنا. هل أنت ترى الآن يا سائلي أن الولد نفقته 180 جنيه في الشهر؟ لا أكثر بكثير شيخ. أكثر بكثير. إذا الوالد مقصر. هو طلب منهم شيخنا أن يعطيهم النفقة، رفضوا. هم رفضوا، قال نحتكم إلى العرف، ماذا تريدون؟ قالوا لا، المحكمة تحكم. هم طلبوا ذلك. حتى لو المحكمة حكمت، معذرة يعني، حتى لو المحكمة حكمت، هو ابني ولا ليس بابني؟ ابني شرعا، وانا مسؤول عنه امام الله، ولست مسؤول عنه امام الله اكلا وشربا. مظبوط يا شيخنا. كان يجب ان هو يعالج المساله كده لوجه الله ويعطي ابنه الذي له. على اي حال يتلطف ويدخل ناس طيبين لترطيب المسائل بين الولد وابيه. والله يحاول كثير شيخنا، كثير جدا، كل اهل بس هو ممسك كده، بخيل شويه، بخيل شويه. نعم شيخنا، هو بخيل شوية يا أخي، يدفع. حاول والله يا شيخنا، طلب ماذا تريدون، ماذا تريدون من نفقة، رفضوا. حتى كان يحضر له، يعني هذا رجل سافر وكان يحضر لولده الملابس الغالية ويردونها مع الناس، يقولون يأخذون حتى ملابس. خلاص إذا كان يريد الإصلاح، ربنا أعلم بقلبه، ولن يؤاخذ إذا كان يريد الإصلاح وعجز عنه. السلام عليكم. وجزاك الله خير يا دكتور عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. أريد أن أتسع صدرك يا شيخ سؤال كده في موضوع الطلاق. تفضل يا حبيبنا. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، شخص يعني طلق امرأته قبل الدخول بها. رجل طلق امرأته قبل الدخول بها، وبعد. وبعد يا شيخ هو دخل بها وكان لا يعلم ان الحكم لابد ان عقد جديد ومهر جديد. وزوجته يا شيخ سمعت فتوى من حضرتك على التلفاز يعني ان الغير مدخول بها لابد من مهر جديد وعقد جديد. صحيح. ذلك. صحيح. فجدد العقد واتى باخيها يعني وعقد جديد ومهر جديد وشهود. طيب الحمد لله. المشكلة؟ المشكلة يا شيخ ان هو بعد ذلك طلقها طلقتين متفرقتين. طيب محسوب. طلقة واحدة وبعد كده طلقتين. لا تحل له الان. طيب يا شيخ وسأل بعض اهل العلم. مش قال يا حسن؟ طلق زوجته قبل البناء. وبعدها رجع اليها. قالوا له الرجوع غلط، جاب اخوها وعقد له. وبعد ذلك طلقها مرتين أو خيرتين، ثلاث تطليقات، طلاق واقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ سمعت حديثا فيما معناه يقول أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في الثلث الأخير من الليل. فأي ثلث الأخير؟ بمعنى أن السعودية تتقدم عننا. لا مش يتجلى. لفظه مش يتجلى في ثلث الأخير. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كيف ذلك؟ الله قال عنا نحن كبشر ولا يحيطون به علما. يعني لا نعرف كيفية الطريقة، لا نحيط بالله علما، لكن نوقن أن الله ينزل إلى سماء الدنيا. نعم ما شاء الله. الله يكرمك. نعم الطلقة يا أخت مجد العفيفي قبل البناء تحسب محسوبة يا أخت، لا اختلاف في ذلك. طلقها قبل البناء ورجعها وطلقها مرتين محسوبة. بارك الله فيك يا دكتور عمرو، يبلغك السلام يا حسن. دكتور عمرو لا نزكيه على الله الرجل الصالح.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم صلاة الفجر بعد الظهر؟ ما حكم الصلاة ولا ما حكم صلاتي؟ صلاتي. أنت في سنة إيه في الدراسة؟ أولى. ها؟ أولى. ما في ولا ابتدائي ولا إعدادي ولا سنة ولا جامعة؟ وضح. سنة أولى إيه؟ إعدادي. سنة أولى إعدادي. ماذا تقول؟ يعني تريد تصلي الفجر بعد الظهر يا رجل يا مسلم، أنت بالغ ولا ما بالغ؟ لا، لو فات عليا صلاة الفجر تصليها إذا استيقظت على طول، ما تأخرها. لو راح على النوم عادي أصليها بعد الظهر؟ إيه؟ لا ما تصليها، صليها إذا استيقظت. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى لو سمحت، امبارح انا كنت البارحة لكن لا تقلب اللام ميم. البارحة. البارحة كنت سألت فضيلتكم عن حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن ثم خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. يا شيخ أنا كنت ذكرت لك الإسناد وقلت فيه أن وقلت أن فيه محمد بن مرزوق أنت، وذكرت لك أنه لم يوثقه إلا أبو حاتم فقط، ولكنني عثرت على إسناد آخر هو في التاريخ عند البخاري، وليس في الصحيح ولكن حديث مرفوع عند البخاري. أقرأ الإسناد يا شيخ. السند المتن نقرأ. قال لنا علي بن المديني حدثنا محمد بن بكر حدثنا الصلت حدثنا الحسن. هو نفسه يا أخي، هو نفسه نفس السند. محمد بن مرزوق يا شيخ. أي متابع الصلت مش كان في سند الأمس؟ في سند الأمس الصلت. أكمل السند. ها أكمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ وائل. مرحبا الشيخ. أنت لست وائل، تفضل. السلام عليكم. ماذا قطع الخط؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم حضراتكم؟ ما سؤالك؟ الله يغفر لك. الخلل من عندنا من عند يا عبد الله يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم وجزاك الله خير يا احمد البعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. تفضل. والله يا شيخنا اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ادعو الله لي يا شيخنا ان يشفيني. الله يعافيك وعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب من كل مكان. ادعو الله لي ان يشفيني وان ينجحني في امتحاناتي يا رب، وان يوفقني التوفيق يا رب، ولنا وللسامعين والسامعات. امين يا مولانا امين. جزاكم الله خير. وياكم. حفظك الله يا فتح عثمان والشيخ حسن عثمان، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باختصار يا مولانا انا كنت بقرا في قصه صافي بن صياد او فائد حد. انا اعرف انك رجل تحب اللغه، فقال علماؤها ان ادخال الباء على الفعل المضارع شيء غير وارد. ما انا باكل، انا بشرب، انا بقرا، انا بنام. كنت اقرا. ايوه الحمد لله. تفضل. كنت اقرا في قصه ابن صياد. ابن صياد او ابن صياد حسب اختلاف الالفاظ في الروايات. ايه. وعايز اسمع من حضرتك انت كمان هجك في البحث. ليه بقى؟ لان انا العلماء لما قريت تفصيلاتهم
ما لقيتش ان هم سرقوا ما بينه وهو صغير لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بي 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 بيكلمه وبيناقشه او كان بيحاول يعرف مكنونه ايه. وبعدين لما كبر واسلم واتجوز وخلف وبعدين وكان في المدينه والرسول قال ان الدجال لا يدخل المدينه، وتعجبت من اصرار سيدنا عمر وقسم بعض الصحابه بانه هو. وموقف ستنا حفصة لما كلمت سيدنا عبد الله بن عمر يقول انت مش عارف ان هو هيخرج في غضب هيغضبها. يعني عايز حضرتك كمان بقى الدكتور مولانا الفاضل الشيخ عمر عدوي في فهمك للقصة دي، حتى يعني لاني ان حتى العلماء لما قرأت حتى محاولة للتوفيق ما بين الاراء لابن حجر بيقول ان هو واحد من الدجاجلة. طيب هو لما كبر كان واحد من الدجاجلة، طب لما قعد بس عذرا انت الان لماذا قبلت كلام ابن صياد دون تمحيص؟ هو ادعى قال يا ابن عمر جزلموني يا ابن عمر، الرسول قال لا يولد له وقد ولد لي يا ابن عمر، الرسول قال لا يدخل المدينة ونخرج منها الان يا ابن عمر، وجلس يدجل على ابن عمر. فابن عمر سأله سؤالا مختصرا، متى فقئت عينك هذه؟ قال ما أدري. قال كيف لا تدري وهي في رأسك؟ قال ولا في رأسي ولا في عصايا ولا في عصاك. دجل على ابن عمر، توه ابن عمر. فنحن نفترض أن هذا الرجل كذاب، نعم، وممكن ولده يكون ولد دعي، نعم، وخروجه من المدينة أو عدم دخوله المدينة حين يؤذن له بالخروج، يعني لا يكون في المرحلة التي هو فيها في المدينة، إنما منعه من دخول المدينة في حال ما إذا خرج الخروج الأكبر الذي يدجل فيه على الناس. لكن لا أنا ولا أنت نستطيع أن نثبت في هذا الباب شيئا ولا أن ننفي. لماذا؟ لأن عمر أقسم أمام رسول الله أنه الدجال فسكت رسول الله. وأيضا قال عمر دعني أقتله يا رسول الله، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلسنا في حاجة إلى قتله. جاء جابر بن عبد الله بعد هذا وأقسم أمام بعضهم، قالوا لما تقسم؟ قال عمر أقسم أمام الرسول ولم يرده الرسول. فالشاهد لا يستطاع الجزم بأنه الدجال أو غير الدجال. الأمر الأول لأن قوله ها أنا خارج من المدينة يا ابن عمر كيف تصفوني بأن الدجال والدجال لا يدخل، ها أنا خارج من المدينة، وجوابه أنه لا يدخل المدينة حين يؤذن له في الخروج الأكبر. ثانيا قول إن هذا أنا ولد لي قد يكون الولد دعي، وهذه من صور الدجاجلة. فكل الكلمات التي قالها ابن صياد موجهة، هذا إذا سلمنا أنه هو. لكن هذا العلم يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال الرسول لعمر إن يكن هو فلن تستطيع قتله، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله. يعني من الأفضل التوقف، هذا كما اختاره المحررون والله أعلم. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح ما لنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.